سلام. يقول بوها بعهد طلال عبد الله الرشيد كانوا للأمور المهمة يسوون اجتماع. ايه. وكان عنده واحد يقول له محسن البادري. ايه. خراس يخرص القمح. ايه. ساكن بلبدة. ايه. جنب الفايز. كان عندهم اجتماع. يدعون من القرى كبارية القرى والناس اللي المهمين. يقول منهم سالم السلامة من هالقفار جاء متأخر. يوم وقف باب المجلس إلى ما أبوه ولا متشوق أبو مجلس ما أبوه متشوق وقف عند الباب. إيه. ويفقع البادري هذا. إيه. محسن يا سالم تعد تعد مشاني وهو يطلع قال صوتي وصوت سالم. الله الله أكبر الله أكبر. يقول راحت الأيام خذله أربعة أيام يوم جاءه سالم السلامة قال يا محسن باسر يتقول قال يا محسن باسر العشاء عندنا ها؟ نعم قفار طبعا. ايه؟ يقول يوم عقب الظهر وأمشي على رجلي أه. يقول اللي الناس يميني وساري يمشون اللي على دابه واللي على رجليه. يقول يوم جيت محل مجلس سالم إلى والله الأمير طلال صدر المجلس أه. ويقضى بيدي البادري ويحطهم جنب طلال. الله أكبر. اي والله لأن هذا معروف سواه. ايه. على هذا طلع من ايه المجلس. اي والله يقول المهم الى ذابح بعير وغنم ما ادري وش كثره. اي والله انه يستاهله. اي والله هذا تقدير الرجال ما هو سهل. يقول يوم تفضلوا تفضلوا يقول انهم وقف هو فوق راس الامير طلع قال سموا كرامه المحسن البادري يستاهله. الا والله يقول انا فسمي وش ايه على هالقومه. اي لا هذه معروف. المهم تعشوا وجلسوا خذوا لهم على فنجال خذوا لهم على فنجال وياقف محسن السلامة قال اشهدك يا الأمير المحسن البادري شريك بحلالي الله جميع مالي من حلال الله تروا شريك على شريك لي على أساس بس قام عنه بالمجلس علشان قومته من هالمجلس الله أكبر ما يصير وهم يلقيون لا والله إلا والله ولا قال طلال تبون رايي قالوا أبد رايك مبارك قال البادري شريك لك ما دامك حي ولا مت ما هو شريك والله بعد حل وراي اي والله حل عادل الله يسعدك يا ابو عبد السلام هذه من شيم الرجال اي والله, والله شيء طيب وهذا رد ولا المعروف بعد يقول لك اضعاف ما سوى لي بالمجلس أيوة. ما اقدر اجازيه صحيح فعله هذا الله ان شاء الله يجزاك بالخير على هالسالفه الجميله جدا جميله